سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علق أحد علماء الفلك الفيزيائيين واصفاً حال الكون قائلاً أنه أصبح كعجوز كبير في السن، قد امتد والتحف غطاءه لينام إلى الأبد. هكذا تصور العالم حال الكون بعد مرور ملايين السنين على نشأته. ما لا يعرفه هذا العالم تحديداً هو أننا فعلاً في نهاية الزمان، وأنه قد مر على الكون 50 مليون عام، وأننا على وشك أن نشهد أحداثاً عظيمة قبيل قيام الساعة البطشة الكبرى. وأما عن سبب هذه الأحداث فهو التناوش العظيم من مكان بعيد، كما وصفه الله تعالى في القرآن العظيم في قوله تعالى: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. صدق الله العظيم. فما معنى التناوش؟ وما سببه؟ وما الذي يحدثه هذا التناوش على كوكبنا؟ وماذا عن نظرية الاحتباس الحراري؟ ما حقيقتها؟ وهل حقا هي من يقف خلف ما يحدث في مناخ العالم من تغيرات غير مسبوقة؟ أعاصير، فيضانات، زلازل وبراكين، هل كل ذلك بسبب ما يسمى الاحتباس الحراري؟ لنعرف ذلك وتفاصيل أكثر تابعوا معنا هذا الفيديو. لكل متسائل عما يحدث من حولنا من تغيرات مناخية والتي يسمونها كوارث طبيعية، نقول لهم أبشروا، انتهت حيرتكم حول ما يحدث. فهناك تفسير منطقي عظيم وحيد هو التفسير الحق والقول الفصل، وهو ما جاء به الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني خليفة الله الأخير على الأرض، حيث أن الإمام قدم لنا التفسير الحقيقي ولفت انتباهنا إلى أن هناك مسبب خارجي تماما هو الذي يؤثر على كوكبنا، وهو السبب وراء كل التغيرات المناخية الطارئة. وهذا المؤثر الخارجي هو كوكب صقر، الكوكب المكتشف حديثا والمسمى بنيبيرو عند العلماء، أو كوكب إكس، أو الكوكب العاشر كما يطلقون عليه. وما هو في الحقيقة إلا الكوكب الذي يحمل نار جهنم، صقر، اللواحة للبشر. ولماذا هي لواحة للبشر؟ ذلك لأنها تمر من حين لآخر بجانب كوكب الأرض ملوحة للبشر بما تحمله معها من عذاب وهلاك لمن أمرها الله بإهلاكهم من الأقوام الظالمين. مر كوكب صقر بجانب الأرض مرات عديدة، وبين كل مرور وآخر 4166 عام وثمانية أشهر تحديدا، ولكن مروره القادم هو الأقرب والأشد بطشة من سابقاته. وهذا الاقتراب والمرور الوشيك يفسر ما يحدث في العالم من تغيرات عجيبة في المناخ وغير معهودة، حاول العلماء تبريرها بأنها تحدث بسبب عوادم السيارات والمصانع والأدخنة المتصاعدة إلى الغلاف الجوي، والتي تسبب احتباسا حراري يؤثر سلبا على المناخ. وبالطبع هذا تفسير بعيد كليا عن الحقيقة، فما يحدث ليس بسبب الأدخنة والغازات المتصاعدة، وإلا لكان حدث ذلك في العصور القديمة زمن استخدام الوسائل البدائية في الوقود وزمن انطلاق الأدخنة من كل منزل وكوخ وقرية ومدينة على الأرض، ولكانت أحدثت طفرات مناخية مختلفة لكنها لم تضر الأرض شيئا. وإذن فما يحدث لكوكبنا من مناخ متقلب يعجزون عن التنبؤ به والتكهن بقادمه، سببه تناوش وتأثير كوكب صقر المنطلقة من مكان بعيد، وكلما اقتربت أكثر نحونا كلما زاد تأثيرها. وأما عن ماهية هذه التأثيرات وهذا التناوش فتفاصيله نتابعه في هذه المجموعة من الاقتباسات من بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، والذي أنبأ عنها مسبقا كما ورد في الذكر الحكيم، واستنبطه لنا بما علمه الله بوحي التفهيم إلى القلب مباشرة. نبدأ بهذا الاقتباس من بيان كتبه الإمام في تاريخ 28 من ذو الحجة لسنة 1438 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر لسنة 2017. يقول الإمام فيه: وبالنسبة للتناوش الأكبر قبيل مرور كوكب العذاب، فأشهد الله وكفى بالله شهيدا أنه قد حل
ولسوف يصيب أمريكا وغيرها من دول الكفر بالمزيد من أعاصير البحر المسجور، ويهدم على رؤوس من يشاء منهم السقف المرفوع من جراء الزلازل وأحداث أخرى من أنواع عذاب التناوش الأكبر. فلا تزال تصيبهم قارعة تلو القارعات تلو القارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي أمر الله بالاعتراف بخليفته في الأرض ناصر محمد اليماني وهم صاغرون، ويؤمنون بالقرآن العظيم الذي يحاججهم به ويجاهدهم بعلمه جهادا كبيرا. فمنذ أكثر من 12 عاما والإمام المهدي ناصر محمد اليماني يفسر لهم الأخبار من محكم الذكر تفصيلا ومن قبل الحدث لعلهم يؤمنون بالقرآن العظيم فيتبعون الحق من ربهم. ولكن أكثرهم للحق كارهون، ولسوف يعلمون من يخزيه الله ويحل عليه عذاب مقيم في يوم عقيم. ومسبقا تحدث الإمام عن مناخ العام 2021 وكيف سيكون، فأخبر في هذا الاقتباس من بيان بتاريخ 1 رجب لسنة 1442 للهجرة الموافق 13 من شهر فبراير لسنة 2021، فقال: وكما قلت لكم يا معشر الذين لا يتفكرون، ليس من صالح معجزة البيان أن نعيد الخبر كما قلناه من قبل، كون البيان سوف يصدر بحسب تاريخه الجديد، فيظنه الباحثون الجدد أنه قول جديد من بعد عجزكم، أفلا تعقلون؟ خصوصا بيانات الحرب العالمية بجنود الله فيروسات كورونا المستجدة، وبيانات حرب الله المناخية جوا وبرا وبحرا، بسبب تناوش الأرض، بسبب اقتراب كوكب العذاب سقر، النار اللواحة للبشر. أم تظنون أن فيضانات عامكم هذا 2021 سوف تكون كمثل فيضانات 2020؟ بل فيضانات عامكم هذا 21 أشد، كما حذرناكم منذ 16 عاما أنكم سوف تجدون في كل عام أن مؤشر ما تسمونه بالكوارث الطبيعية سوف يزداد بسبب أن كوكب العذاب في كل عام أقرب، بل صار أقرب وأقرب حتى يشرق عليكم بغتة بجنوب الأرض فيأخذ المكذبين من مكان قريب. يا معشر الجاهلين الذين يصدقون المفترين بأكذوبة الاحتباس الحراري بسبب عوادم الدخان الصاعد من الأرض إلى الغلاف الجوي من مصانعكم، فتزعمون أنه أثر على الأرض حتى حدثت ما تسمونها بالتغيرات المناخية وإنكم لكاذبون. فأي اختباس حراري كذب وبهتان مبين؟ ألم تتوقف مصانعكم في عام 2020 بسبب جنود الله كورونا؟ فكان من المفروض أن تخف ما تسمونها بالكوارث الطبيعية هذا العام 2021 لو كنتم صادقين. وفي هذا الاقتباس التالي أخبرنا الإمام عن نوع من تناوش عجيب، ألا وهو الأمطار البردية القاتلة. البيان كتبه الإمام في تاريخ 3 من شوال لسنة 1442 للهجرة الموافق 15 من شهر مايو لسنة 2021. يقول الإمام: كوني أنذركم والعالمين منذ 16 عام من تناوش عذاب كوكب العذاب الذي يقترب من أرضكم وكل عام أقرب، ذلكم كوكب صقر كونها قادمة على البشر، فيضانات ماء منهمر ما شهدتم بمثيلها في حياتكم في مختلف أنحاء العالم، وسوف يرسل الله مطرا من غير سحاب، عواصف ثلجية لم تعرفوا مثيلها من قبل، مصحوبة برياح عاتية السرعة، وسوف يسقط الله على العالمين وعلى جزيرة العرب كسف جبال من برد شظايا قاتلة، فذلك ما حذر الكفار منه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. صدق الله العظيم. وجوابا لمن قد يتساءل عن كوكب صقر وأين وصل في رحلة مروره الأخيرة بجانب كوكبنا، تعالوا نتدبر ما جاء في هذا الاقتباس من بيان تاريخه 3 من شوال لسنة 1442 للهجرة الموافق 15 من شهر مايو لسنة 2021، حيث قال الإمام: بل العالم بأسره الآن في خضم حرب الله بسبب تناوش اقتراب كوكب العذاب صقر من الأرض،
فوصلت الآن أوج فلكها في الارتفاع خلف الشمس لتدور من خلفها فتهوي في سماء أرضكم من جنوب الشمس وجنوب أرض البشر، وبينها وبين الشمس الآن تغيضا وزفيرا، مما سوف يزيد حرب الله المناخية بالفيضان المنهمر وكسف من السماء ساقط بما لم يكونوا يحتسبون، وحرب الأعاصير البحرية والمنخفضات الجوية ذات الرياح المزدوجة الباردة والحارة جوا وبرا وبحرا، وأعاصير فيها نار ذات القوة التدميرية لإحراق جنات حدائق غابات البهجة على رؤوسهم، وحرب الصواعق والزلازل وبراكين وعواصف النازعات البحرية والبرية القمعية وألوان من العذاب من جراء حرب التناوش. وسوف يرفع الله معيار حربه الجوية والبحرية والبرية إضافة لمدد جديد من سلالات بعوضة الدم. وأخيرا وليس آخرا، وبعدما تناولناه في هذا الفيديو من مستجدات أحداث المناخ حول العالم، فما نريد قوله هو أن يتدبر الناس ما جاء به داعي الله إليهم وحذرهم منه من قبل أن يأتيهم عذاب الله ويحل عليهم غضبه، فحينها لا ينفع الندم والحسرة بسبب تكبرهم وإعراضهم عن دعوة خليفة الله الذي ما جاءهم بدين جديد، بل جاء ليعيدهم إلى منهاج النبوة الأولى ويصلح ذات بينهم ويجمع شملهم ويعيدهم إلى الصراط المستقيم، فيعيش الجميع في سلام في كنف رحمته تعالى مسلمهم والكافر.